مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء ساحل. ما الذي دفع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إلى إعلان موقف إيجابي من استضافة نواكشوط للقمة العربية؟ وهل يعتبر تواصل استضافة موريتانيا للقمة العربية حدثا يستحق أن يتوحد حوله مختلف الطيف السياسي؟ وهل يمكن أن يشكل موقف تواصل الإيجابي نقطة تحول في علاقته مع السلطة؟ وهل تحول الربيع العربي إلى فوضى مدمرة حسب وهل تحول الربيع العربي إلى فوضى مدمرة حسب البعض يعني نهايته بشكل نهائي وفشله؟ وما الرسائل التي يبعثها فشل المحاولة الانقلابية في تركيا؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها على ضيف حلقة الليلة من برنامج لقاء الساحل، محمد جميل والمنصور. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم، وشكرا على تلبية الدعوة. سيد الرئيس، نبدا من بيانكم، بيان حزب التواصل قبل يومين اللي رحبتوا فيه بضيوف القمة العربية. ما الذي دفعكم إلى هذا الموقف، خصوصا أنه في شخصيات من المنتظر أن تشارك في هذه القمة وليست محببة لديكم ولها خصومة معكم إن لم نقل عداء؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا على الاستضافة، ولعلها أول مناسبة إعلاميا بعد كل هذه المناسبات الطيبة، خصوصا شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك. بهذه المناسبة أهنئكم وأهنئ كل المستمعين والمتابعين. في الحقيقة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في نقاش للجنته التنفيذية حول هذا الموضوع قرر أن يصدر هذا البيان. يريد من خلال هذا البيان أمرين أساسيين كان واضحين في نص البيان. أما الأمر الأول فهو أنه يعتبر أن قمة عربية ومثلها بالمناسبة إذا عقدت هنا قمة إفريقية أو قمة دول في إطار قاري أو في إطار اتحادي موريتانيا جزء منه، أن يرحب بانعقاد هذه القمة، ويعتقد أنه ليس هذا الوقت المناسب لا للحديث عن خصوماته وملاحظاته وانتقاداته لأداء كثير من أنظمة العرب، وهي بالمناسبة ملاحظات كثيرة وانتقادات كثيرة عنده، وليس مناسبة أيضا للحديث عن مشاكلنا نحن أهل موريتانيا وما نلاحظه وننتقده على السلطة القائمة وأدائها، بل هي مناسبة للترحيب بضيوف موريتانيا وأن نتمنى لهم مقاما آمنا في هذا البلد. العنصر الثاني أو النقطة الثانية في البيان كانت أيضا كشفا لأهم القضايا المطروحة في ساحة الوطن العربي في مختلف البلدان العربي، بدءا بالقضية الفلسطينية التي تعاني وتئن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي والتآمر الدولي والخذلان العربي، قضية الحريات والديمقراطية التي تحتاجها الشعوب العربية وتعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تخلفا في هذا المجال، والحديث عن الحريات والديمقراطية يعبر عن موقف سياسي واضح، خصوصا أنه ضمن فيه أنه كلما تقدمت الأمة خطوة في اتجاه هذه الديمقراطية عاجلها انقلاب دموي أو عاجلها نظام يقوم على فلسفة الإبادة لشعبه المطالب بحرياته. ثم تكلمنا عن الملفات الساخنة في المنطقة العربية. أعتقد أن الموقف حسنا الوطني، مسؤوليتنا الوطنية، تقديرنا للظرف يملي الترحيب ويملي استحضار هذا المعنى أنه لأول مرة تنعقد قمة عربية في موريتانيا. حسنا تجاه قضايا الوطن العربي، تجاه هذه المآسي، هذه المشاكل، هذه الاختلالات، أن نذكر بها وأن نؤكد لهم أن المواطن العربي لم يعد يعير اجتماعات الجامعة العربية اهتماما نتيجة لشكلياتها، وأنها فرصة للاستدراك. ولكن طرحنا سؤالا في نهاية البيان، هل سيستدركون؟ واضح. سيد الرئيس، هل موقفكم هذا هو رسالة لقواعدكم الشعبية والله المناصرينكم بعدم التشويش على القمة العربية وما يتكرر المشهد اللي خلف معاوزير الثقافة المصري؟ هناك فرق بين الحدثين بالمناسبة. هذه زيارة لوزير الثقافة
في حكومة انقلابية في فترة حرجة من عمر صراع الثورة والانقلاب في مصر، وهذه قمة عربية تجمع كثيرا من القادة وكثيرا من الملفات وكثيرا من الدول. المسألة الثانية، نعم نحن نعتقد أنه ليس من الواردي التشويش على القمة العربية، ليس من الواردي أن نشغل الناس بكثير من القضايا التي وجدنا لها الوقت في السابق ووجدنا وسنجد لها الوقت في اللاحق، سواء تتعلق بمشاكلنا مع السلطة القائمة وانتقاداتنا لها، أو تعلقت أيضا بملاحظاتنا التي عبرنا عنها أكثر من مرة في حالات عربية عديدة من الحالة المصرية والحالة السورية وغيرها. إذن نحن نعتقد أننا كحزب سياسي وطني مسؤول دائما مهم عنده أن يستحضر الهم الوطني وتداعيات هذا الهم الوطني وآثاره على مواقفه وطريقة تعبيره عن مواقفه، دون أن يؤثر ذلك أو يعود بالنقد على جوهر المواقف وحقائقها. سيد الرئيس، ما الذي دفعكم إلى أخذ هذا الموقف المنفرد وأنتم عضو أساسي في تكتل المنتدى؟ جرت العادة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه أحيانا يتخذ مواقف مجتمعة يعبر عنها بشكل مجتمع، أحيانا يترك أعضاءه يعبرون بأشكال منفردة، أحيانا يعبر مجتمعا وتعبر هي بشكل منفرد. كل هذا حدث في تاريخ المنتدى، وأعتقد أن المنتدى قد يتخذ وسيلة أخرى للتعبير عن موقفه من القمة العربية قد تظهر قريبا، وأعتقد أن جوهر الموقف هو نفسه بين تواصل والمنتدى. هل طرحت قضية اتخاذ موقف موحد من استضافة نواشط القمة في المنتدى؟ أعتقد أنها طرحت بعد أن تقرر على مستوى تواصل أن يصدر بيانا في هذه القضية، لكن أعتقد أن جوهر الأمور فيما يتعلق بالموقف من القمة العربية وانعقادها واحد بين المنتدى مجتمعا وتواصل منفردا. طيب سيد الرئيس، هل استضافة نواشط القمة العربية حدث يستحق توحد الموريتانيين وتناسي خلافاتهم السياسية، خصوصا أن نسمع أصوات خصوصا من قبل الموالين تدعو إلى ذلك؟ انعقاد قمة عربية أو إفريقية أو قمة مهمة في إطار تنتمي إليه موريتانيا حدث يستحق أن لا نعطي كثيرا من الاهتمام لمشاكلنا نحن خارج هذا الإطار وقضايانا الداخلية، لأننا وجدنا لها من الوقت وسنجد لها إن شاء الله من الوقت قبل القمة وبعدها ما يجعلنا نستطيع أن نترك هذه الأيام من هذه الأمور أو من التركيز. أنت تتفق مع أصحاب الطرح؟ نحن نعتقد أن انعقاد القمة في حد ذاته أمر إيجابي، أمر إيجابي. طيب سيد الرئيس، هل يمكن أن يشكل بيانكم الترحيبي بالقمة العربية بداية والله نقطة تحول في علاقتكم مع السلطة في المستقبل؟ أعتقد أن مشكلة المعارضة الديمقراطية رسالة إيجابية تتمنى التجاوز، مشكلة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا وتواصل جزء منها مع السلطة القائمة أنها مشكلة تتعلق بملفات وطنية، وأنه لا يعقدها ولا يحلها أن تنعقد قمة عربية أو إفريقية أو غيرها في موريتانيا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن كحزب نحرص بالتأكيد أنه إذا كان بإمكاننا أن نسهم من موقعنا في الإطار الحزبي أو من موقعنا في إطار العمل المشترك في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن تدفع الأمور في البلد لأجواء من التوافق والحوار، لكن بالضوابط والقواعد التي تحدثنا عنها أكثر من مرة، لأن رؤية المنتدى في هذا الموضوع رؤية واضحة ومركبة. يهتمون بالحوار، مهم عندهم أن ينعقد الحوار، ولكن ليس أي حوار، وأوضح ذلك في إطار الأطروحة التي قدموها أكثر من مرة حول أنه إذا كان ينبغي أن يكون حوار في هذا البلد الآن ينبغي أن يكون جادا، وينبغي أن يكون محضرا بشكل جماعي، وينبغي أن يكون من خلال
تحضيره وأسلوبه ومضمونه ومآلاته المفترضة قادر على أن يجيب على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي لم يعد من المناسب أن تعالج بأنماط أخرى من الأنماط التقليدية في أشكال الحوار وأنماطه. طيب سيد الرئيس، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ محمد بن محام أمس في ندوة نظمها مركز مبدأ قال إن المعارضة فاعلة وليست كرتونية، هل تعتبرون هذا الموقف إيجابي؟ هذا التصريح أفضل من تصريحات سابقة. باب تدرج. لا، لأنه عودنا هؤلاء في مناسبات عديدة على تصريحات أخرى لا تنتمي لهذا الأسلوب ولهذا الفضاء، وبالتالي هو أفضل منها. لكن أعتقد أن القضية السياسية الوطنية، والتي كما قلت سنجد الوقت المناسب للتعاطي معها بعد انتهاء القمة إن شاء الله، أمرها أكبر وأعمق وأهم من أن تعالج بمجرد التصريحات، مع أن التصريحات الإيجابية تظل إيجابية. طيب هل هذا النوع من التصريحات الإيجابي تعتبرونه رسالة إيجابية من جناح السياسي للسلطة؟ المعارضة الديمقراطية في موريتانيا تهتم بما هو أعمق وأهم، ولذلك لكن هي التهدئة تبدأ بالكلام، ولكن مع أهمية المسؤولية في الخطاب والمسؤولية في التصريحات والمسؤولية في التوصيفات، الذي نريده أعمق فيما يتعلق بالإصلاح السياسي وبالقطيعة مع جملة من المسلكيات للأسف ما زالت متواصلة. طيب سيد الرئيس، البعض يرى أن البيان الهدف منه، مع أنه ظرفي اللي هو القمة العربية وجاي استجابة لظرف معين، على أنه لكنه في الوقت نفسه يتجاوز ذاك الظرف إلى ما بعد القمة، إيجابيته تجاه السلطة. أنا شرحت لك طبيعة البيان والرسائل المرادة منه، وقلت لك أيضا بأنه نحن في تواصل لا يحرجنا أن يصنف فعل سياسي أو قول سياسي نقوم به بأنه قد يساهم في تهدئة أو في جو إيجابي في الساحة السياسية، بل أمر نعتز به، ليس هناك إشكال في ذلك. أذكرك بمثال، لكن لا ينبغي أن نذهب بالتحليلات بعيدا وأن نزيد على الأمور في حقيقتها وفي المراد منها. أنا أتذكر أنه أيام الانقلاب الأول 2008، أيام الانقلاب الأولى 2008 حينما قطعت العلاقات مع إسرائيل، نحن حينها في قطيعة تامة مع النظام القائم، لأنه حتى اتفاق دكار لم يحين بعد، وليست هناك أي مظاهر الانتخابات والشرعية، ونحن حينها في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية. حينما قطعت العلاقات مع إسرائيل، نحن في حزب التواصل أصدرنا بيان نرحب بقطع العلاقات مع إسرائيل، وقلنا بأن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني لأنها قرار غير شرعي لا يحتاج إلى حكومة شرعية، وبالتالي لا إشكال عندنا في أنه نتخذ موقفا من قضية معينة نعتبر فيها منحا إيجابي، أو نعتبرها انطلاقا من الحس الوطني تقتضي أسلوبا معينا، لكن لا نريد بالناس أن تذهب بعيدا في تحليلاتها بذلك، رغم أننا لا يضرنا ولا يحرجنا أن نسهم في تهدئة الأجواء السياسية، لعل ذلك يفتح الباب لحوار وطني جدي بالضوابط والقواعد التي تسمح بالاطمئنان إليه وإلى نتائجه ومخرجاته. وهو سيد الرئيس، البعض يقول أنكم لو ما كنتم إيجابيين وأعلنوا نوع من التحول، خصوصا على أن علاقتكم بالسلطة كانت متوترة، لكم بإمكانكم بكل بساطة التشويش على القمة العربية لو أردتم ذلك. لو أردنا فعلا، لو أردنا ذلك لا أمكن ذلك، لكن أنا شرحت لك بغض النظر عن طبيعة النظام، نحن مواقفنا، هناك جملة من العوامل والعناصر، ليس فقط علاقتنا مع النظام وتوتر هذه العلاقة وسلبية هذه العلاقة هي التي تملي علينا طبيعة المواقف منها ومن أفعالها ومن الأنشطة التي تشترك فيها. أنتم قالوا واقعيين سياسيين، تعطوا بواقعية، وهو كذلك. ومن هذه الواقعية أننا نفرق بين حال وحال ووضع ووضع ومناسبة ومناسبة. ليس من المناسب في تقديرنا، وليس من الوارد في بلدنا، ولأول مرة تنعقد فيه قمة عربية
والعرب أشكال وأنواع، إن كان فيهم السيء جدا ففيهم المعقول، وفيهم ما يمكن أن يصنف بأنه مقبول، وبالتالي أشكال وأنواع ليس من المناسب، ما فيهم الحسن ليس من المناسب، قد أحتاج إلى تفكير وتحضير لأصف أنه فيهم الحسن. على كل حال يتفاوتون ويتفاضلون، ولأول مرة تنعقد هذه القمة في بلادنا. نعتقد أن المعنى الوطني هنا والحس الوطني والمناسبة ينبغي أن تعلو على تفاصيل نحن أشرنا إليها بما ينبغي من الإشارة وصرحنا بها من قبل، وبالتأكيد سنجد فرصا للتصريح بها من بعد، ولا يؤثر، لا تؤثر هذه المسؤولية في الخطاب والموقف، ولا تعود بالنقد على سابق مواقفنا التي أعلناها بأكثر من مناسبة. طيب سيد الرئيس، كلام رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية يرى بعض المحللين يقول أنه نوع من تلقف الرسالة اللي أرسلتها أنتم، وبالتالي حديثه بإيجابية عن المعارضة هو نوع من رد عليكم. شو رأيكم في التحليل؟ أنا ليست مسؤوليتي أن أحلل، قد تكون مسؤولية محللين، مراقبين، كتاب، صحفيين. أنا مسؤوليتي أن أعبر عن مواقف. تكتب بقى. مسؤوليتي أن أعبر عن مواقف، لكن أنا الآن أتحدث بصفتي السياسية ليس بصفتي ككاتب، وبانطلاقا من مسؤوليتي الحزبية، ولذلك مسؤوليتي أن أعبر عن مواقف وأن أشرح مواقف. وبالتأكيد إذا كان هناك أي رد فعل إيجابي في الساحة السياسية أمر نسجله ونقدره، ولكن قلت لك إن الأمور في الساحة السياسية أكبر وأهم من حدث عابر ومواقف سواء كانت فعلا أو رد فعل منها. على كل حال ننتظر حتى تنتهي القمة، ونرجو في الساحة السياسية أن تكون هناك أجواء سياسية أكثر إيجابية. صحيح سيد الرئيس، لكن وهون التهدئة تبدأ أولا بالكلام بالكياسة، كل يتكايس مع الآخر ويبدأ من خطاب ويتكايس معه، خصوصا كنتم خلال المرحلة الماضية خلال 3 سنوات والله 4 الماضيين العلاقة بينكم كنتم والسلطة متشنجة حتى في الخطاب، وفي الغالب يكون على الأقل على مستوى شكل الخطاب واستعمال بعض العبارات الشديدة فيه يكون البادئ النعمة. تعود أنتم لا رد، ولعلك تتذكر قصة خطاب النعمة وما بعده. لا رد، أنتم لا ترد. لا، نحن لدينا مواقف من النظام، تنتقد النظام وتأخذ على سياساته ونعبر عنها، لكن في العموم نعتقد أن التعبير المسؤول والتعبير الرزين أكثر انسجاما مع طبيعة الفكرة التي نعبر عنها. وأحيانا تقع من الخصومة السياسية ما يؤدي إلى استعمال أساليب وعبارات أعتقد أنها ليست طبيعية ولا ينبغي أن تكون هي السائدة، وفي الغالب كما قلت لك في حدود ذاكرتي وتقديري وما أتذكر أن يكون البادئ من آخر. على كل هم وهم بالمناسبة رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية نفسه طلب منكم ترفع في الخطاب قبل فترة، نذكرت لي النعم. طيب، تتذكر المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام؟ إذا أردتنا أن نعود إلى هذه القضية بعد خطاب الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد ونحن ردنا عليه بالمؤتمر الصحفي، وأعتقد أنك إذا عدت للمؤتمرين الصحفيين من حيث اللغة ومن حيث الاتهامات ومن حيث السياق ومن حيث القسمات يمكن أن تحكم حكما مخالفا. طيب سيد الرئيس، نقيس القمة. سيد الرئيس، القمة عندها شعار، قال الشعار قمة الأمل، هل هناك فعلا أمل لخروج العرب من وضعيتهم؟ في الحقيقة هناك فرق بين الدعوة والتمني أن تكون القمة العربية 27 مختلفة عن سابقاتها، لكن للأسف ونقولها بكل مرارة لا نملك مؤشرات، لا نملك معطيات، لا نملك معلومات تزيد نسبة منسوب الأمل عندنا في القمم العربية، لكن دعنا نرى، نأمل، نرجو، نتمنى، لكن للأسف المؤشرات مقلقة في واقع عربي صعب متخاذل تجاه قضيته المركزية الكبرى وهي قضية فلسطين.
يعيش حالة من غياب الحريات والديمقراطية وإشراك الشعوب للأسف نسجل فيها تراجعا بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تقدم بها الشعوب وتتقدم بها الديمقراطية، نعيش حالة انقسام وصراعات وفتن وحروب ومشاكل بلا حدود، بعضها جغرافي بعضها طائفي بعضها، في الحقيقة الواقع صعب والأمل ضعيف في أن تتمكن القمة العربية من تجاوز هذا الواقع، ولكن قد يجد الإنسان نفسه في حالة يريد للتمني أن يغلب التحليل ويغلب الأمل والواقع. طيب سيد الرئيس، فهم على الأقل تحدثوا به وسائل الإعلام على أنه الهدف أن هناك إصرار على عقد القمة العربية في نواكشوط بهدف من قوى عربية فاعلة بهدف تمرير قرارات معينة خصوصا التدخل العسكري في خصوصا التدخل العسكري في اليمن. طرح التدخل العسكري في اليمن وطرح تدخل عسكري في سوريا من قبل المملكة العربية السعودية وتركيا قبل المحاولة الانقلابية. طبعا قرأت للبعض فيه، وعلى كل حال لا تبدو الجامعة العربية، لا تبدو من خلال المعطيات المتوفرة قادرة على إجازة أو منع تدخل عسكري للأسف. التعطيل الشرعية أعتقد أن أوضاع هذه البلدان للأسف التي ذكرت أوضاع صعبة، ومن غير المسؤول بالتأكيد أن يترك الشعب السوري ضحية لذنائي الاستبداد الظالم والغلاة الذين يدمرون ويقتلون. هناك مأساة في سوريا، هناك جحيم عربي فعلا في سوريا، كان ربيعا في بدايته وتحول إلى جحيم بحكم استبداد الطغاة وخطر الغلاة، وبالتأكيد دخل الأجانب بأشكال مختلفة على الخط أي الغزاة، وبالتالي الشعب السوري يستحق التفاتة إنسانية، التفاتة سياسية، التفاتة حازمة بالتأكيد. حازمة نتيجة بمعنى تدخل عسكري؟ أنا لا أستطيع أن أقول بمعنى التدخل العسكري، أنا الذي أعرفه خصوصا أن الآخرين أنا الذي أعرفه من يقف من يتحالف مع السلطة السورية أنا حساس عسكري على الأرض. أنا حساس تجاه التدخل العسكري الأجنبي أي الغربي بحكم عوامل كثيرة، وتؤكد القرائن أن أولئك القوم لا يدخلون لوجه الله ولا لمصلحة الشعوب. أنا هذا بالتأكيد. لا عربي. ولكن عربي. ولكن في الحقيقة الحالة السورية نحن نتفرج على مشهد مؤلم. هناك تدخل بالمناسبة في سوريا، ترى هناك تدخل روسي، هناك تدخل إيراني، هناك تدخل قوي لدعم النظام المستبد الحاكم في سوريا، هناك تدخل أجنبي. هل ما قلت لك أن الآخرين يتدخلوا؟ وبالتالي أعتقد هو الطرف الآخر أن هناك مسؤولية عربية لنقاش جدي حول الملف السوري وعدم التفرج على مأساة الشعب السوري. تفاصيل ذلك، آليات ذلك، لا أملك مقترحا محددا فيه. طيب سيد الرئيس، أنتم في بيانكم طالبتوا وانتشرت الغرب طالبتوا بوقف خطر الإرهاب والاستبداد والطائفية والتدخل الأجنبي والدول العربية اللي تعيش مشاكل كبيرة اللي هي سوريا والعراق واليمن وليبيا. هل يملك العرب قرارهم؟ للأسف يبدو أن التأثير في القرار العربي واسع، واختطاف القرار العربي مشاهد قرائنه أكثر من أن تحصى. ولكن قلت لك دائما رغم غياب المؤشرات وغياب الأمل من حقنا أن نتمنى عليهم على الأقل أن يتقدموا خطوة في اتجاه استقلال القرار العربي تجاه هذه القضايا التي يا أخي الكريم نحن أشرنا إلى هذا الرباعي، لك أن تشاهد المأساة التي نعيشها في مختلف البلدان العربية اليوم، هي مأساة إما ناتجة عن الإرهاب والتطرف، إما ناتجة عن الطائفية
المقيتة واستبداد الناس على أساس طائفي، وإما الاستبداد والظلم والطغيان من طرف الأنظمة التي أفسدت وهي حاكمة وتريد أن تفسد وهي مغادرة، أو الاحتلال الأجنبي والتدخل الأجنبي وأشكاله المختلفة. حينما نحس بهذا الخطر الرباعي، حينما نحس بضرورة التحرك للحد من هذه المخاطر الرباعية، أعتقد أننا نكون قد بدأنا الخطوة الأولى على الطريق الصحيح. طيب سيد الرئيس، العرب متخندقون في سياسة المحاور ويدفعون ثمن دخولهم في لعبة دولية أكبر منهم، هل هذا الطرح صحيح؟ أنا أعتقد أنه الواقع العربي يعاني من نمطين في هذا السياق. أحيانا يقع أسيرا للمحاور الدولية وحتى المحاور الإقليمية القوية، وأحيانا يكون أسيرا للمحاور داخل المنظومة العربية نفسها. وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، وإلى المنطقة العربية، جامعة الدول العربية، الشعوب العربية تملك من المعطيات، وأشرنا إلى ذلك في البيان، ما يجعلها قادرة أن تكون مستقلة في قرارها، على الأقل تحد من منسوب التبعية والاختطاف في قرارها. لكن هنا دائما يعود الأمر إلى القضية السياسية الجوهرية. نحن مشكلتنا في المناطق العربية وفي البلدان العربية هي مشكلة القرار السياسي، هي مشكلة السلطة السياسية، هي مشكلة الشرعية السياسية. وبالتالي الأنظمة التي تتمخض عن اختيار شعوبها وقبول شعوبها وحب شعوبها تستطيع أن تكون قوية في قرارها، مستقلة في قرارها، فاعلة في قرارها، ولكنها حين تكون بقوتها، باستمرارها، ببقائها مدينة لآخرين، ستكون بالتأكيد ضحية أيضا في قرارها للآخرين. وبالتالي حينما ننظر للمشكلة السياسية نظرة عميقة، نجد أن الإصلاح السياسي والديمقراطي في المنطقة العربية هو المقدمة الصحيحة لاستقلال القرار وقوة القرار في هذه المناطق مجتمعة أو كل منها لوحده. وهم السيد الرئيس يقول قائل عن الديمقراطية، أنا ما هي شرط مثلا، انه يعطيك مثال ايران على انها ما هي دوله ديمقراطيه، ان كانت دوله دينيه على كل حال وتقود محور، والمحور متدخل في الدول العربيه ويسيطر. على كل حال لست معجبا بالتجربه الايرانيه، وما تواضع عليه القوم هناك من شكل ديمقراطيتهم على الاقل يحاولون اتباعه ما يمكن، رغم انه عليه من الملاحظات الكثير. لكن مشكله ايران الرئيسيه ليست داخلية، رغم أنه في مشاكل مع الأقليات في إيران، وفي مشاكل مع سواء كانت أقليات طائفية أو أقليات عرقية، لكن المشكلة أن إيران تمددت وأرادت أن تدخل في شؤون الآخرين، وهذا التمدد يضر بالمنطقة ويضر بها. الدول كانت تتمدد وتدخل في شؤون الآخرين؟ لا 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 لا، هناك لا، لكن هذا ليس أمرا إيجابيا، خصوصا أن الدولة التي تسيء بها إلى علاقات بهذا التدخل لعلاقات الجوار، ولا تملك من المقومات الجيوستراتيجية التي تسمح لها أيضا بمثل هذه الأفعال، سيعود عليها بنتيجة سلبية بالغة. ولذلك الأولى لإيران أن تنظر أن لديها جيران يستحقون الاحترام، يستحقون استقلال القرار، وأن يكون التكامل بدل التدخل. التبعية الطائفية خطر على التابع والمتبوع، بناء السياسات على أساس الانتماءات الطائفية أو العرقية تفسد الدول، وإذا فسدت الدول في الجوار سيعود عليك فسادها. وبالتالي على كل حال نحن هنا لسنا في إطار تقويم السياسات الإقليمية في تلك المنطقة، المهم أن حب الشعوب وقبول الشعوب لأنظمتها يعطيها قوة ومناعة. ولعلك لاحظت ذلك، وآخر مثال عليه هو الذي حدث في تركيا التي أبانت ما سترينجي بكم لأنتم كاتبين عن المقاطع. السيد الرئيس، التعليم الطائفية البعد الطائفي ما تستخدم، معنا قاعد آخر معنا حتى مع مقيم الحوار بأنه موضوعنا ما هو إيران، غير على كل الآخرين هم وخصوصهم إيران يستخدموا نفس السلاح الطائفي الآخرين كامل المحور كامل ضد إيران. أنا قلت لك بأن الخطاب الطائفي من حيث الموقف الطائفي من حيث هو موقف، والرد على الطائفية بالطائفية خطأ وخطر.
هذه قناعتي مهما كانت هذه الطائفية وصفتها واسمها، ولكن البادية أظلم والممارسة لهذا التدخل أظلم. المنطقة تحتاج إلى تجاوز الخطاب الطائفي، والخطاب الطائفي كما يقول بعضهم لا يمكن أن يتجاوز إلا برد الصائل والمتدخل، وحينها فعلا يمكن أن نتكلم بالعقل. ومصلحة المنطقة أن لا تتفشى فيها نار الطائفية، نار الطائفية سنية أو شيعية خطر. طيب سيد الرئيس، العالم العربي يشهد الكثير من الأعمال اللي توصف بالإرهابية ويشهد الطائفية، فعلا مقيت من المسؤول عن الوضعية بالضبط؟ المسؤولية ما هو الأنظمة أو الاستبداد؟ المسؤولية أنا رأيي الشخصي كتبته أكثر من مرة في ذلك الثلاثي المسؤول عن مأساة الأمة، اللي هم الغزاة، الغزاة والغلاة والطغاة. هؤلاء يدمرون، هؤلاء يستبدون ويظلمون، هؤلاء يتدخلون ويفسدون. أن منطقتنا بطبيعة الحال، أنا لست من الذين يحبون أن يضعوا المسؤولية على الآخرين في الخارج والمعتدي والأجنبي الذي يستهدفنا ويستهدف خيراتنا ومنطقتنا، إذا لم يجد فينا من الأخطاء والعجز والفشل ما يبرر به تدخله لن يستطيع أن يتدخل، أو ستتكشف بشكل واضح مؤامراته. لكن هناك مسؤولية بالأجنبي خطيرة جدا، لكن نحن في الداخل نحن لا بد أن نحمل الاستبداد. الاستبداد يا أخي الكريم يفقد الإنسان حقيقته ودوره وحريته وطموحه ومستقبله، ولذلك هو المسؤول الأول. التطرف والغلو الذي يدمر كل شيء، يقتل الناس، يستبيح دماء الأبرياء، يفسد على الأمة ويستهدفها ويستهدف أبنائها وجيرانها وضيوفها، يعطي صورة سالبة تناقض حقائق الإسلام وتناقض مبادئه وأحكامه. هذه هي الأطراف المسؤولة عن واقع الأمة اليوم. ولذلك حينما نواجه التطرف والغلو بالاعتدال والمسؤولية، حينما نواجه الاستبداد بالديمقراطية والحرية، حينما نواجه الاحتلال حين يكون بالمقاومة والقوة، حينها نضع يدنا على الحل ونبدأ في الاتجاه الصحيح. طيب سيد الرئيس، بالعودة للقمة، هم قمة نواكشوط، ما المطلوب من موريتانيا كدولة مضيفة لهذا مستضيفة لهذا القمة؟ أعتقد أن الواقع العربي اليوم، من رأيك كان هم اللي بالنسبة لكم فيد هالشيء قلتها، الواقع العربي أصعب من أن تستطيع دولة لوحدها أن يكون لها دور في حلحلته. لا أعتقد للأسف أن موريتانيا اليوم كطرف في جامعة الدول العربية تملك من الأوراق ما تستطيع أن تحلحل هذا الواقع إن كانت لها الإرادة في حلحلة هذا الواقع. على كل حال الواقع العربي أعقد وأصعب من أن تحله قمة أو يحله اجتماع من هذا النوع. أعتقد في الغالب بالقياس إلى الماضي أن تعلق الناس بسرعة انتهائه أكثر من اهتمامهم بمضمون لقاءاته واجتماعاته. طيب سيد الرئيس، أنتم في تواصل تؤيدون والله زين عندكم زين المحور اللي يقف في وجه إيران، ومن المعروف أن الدول العربية الفاعلة اليوم في المنظومة العربية اللي اليوم خارجة وزارت تنتمي لهذا المحور. هل موقفكم من القمة العربية ربما لعب هذا الأمر دورا فيه؟ شوف حلفاء كريم، الأمر يحتاج إلى تدقيق. نحن عموما في بلد كموريتانيا ليس من مصلحته الدبلوماسية أن يتمحور في إطار سياسات المحاور الموجودة في مختلف المناطق وفي الدوائر التي ينتمي إليها. نحن حزب موريتاني، وموريتانيا بلد بحكم موقعه وظروفه وإمكاناته وحاله لا يخدمه ولا يستطيع أن يكون جزءا من سياسات المحاور بكل تكلفتها سلبا أو إيجابا. هذا من ناحية عامة. وبالتالي رؤيتنا الدبلوماسية كما سطرناها في بعض مخرجاتنا
هي أن موريتانيا ينبغي أن تسعى دائما لربط العلاقات مع الجميع وإحسان العلاقة مع الجميع وأن تكون عنصرا إيجابيا حيث تكون الإيجابية وأن تبتعد أن تكون عنصرا سلبيا حيث المحاور والصراعات والمشاكل. هذا من ناحية. طيب بالنسبة لكم. لكن من ناحية ثانية. كتيار سياسي. من ناحية ثانية نحن ليست لدينا عداوة مع إيران. قطيعة. لا إيران. كانت صديقتكم. إيران. إيران تطورت مواقفها من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع وكذلك حلفاء إيران في المنطقة وخصوصا على سبيل المثال حزب الله في لبنان. لماذا تحول الموقف من موقف فيه إيجابية إلى موقف تغلب فيه السلبية؟ نتيجة لتصرفات. كنت حلفاء. لا نتيجة لتصرفات. لا نتحدث عن حلفاء ولا عن أعداء. لا ينطبق على سابق العلاقة أن توصف بأنها حلفاء ولا ينطبق على لاحق العلاقة بأن توصف بأننا أعداء. الحقيقة أن الحالة السورية غيرت من المعطيات في المنطقة. أنا مرة سألني أحدهم لماذا كنتم لديكم علاقة إيجابية مع سوريا نفسها ومع حزب البعث الحاكم في سوريا ثم تحولت هذه العلاقة إلى سلبية؟ قلت له الأوضاع وحينها كان موضوع المقاومة والاصطفاف مع المقاومة عنصر أساسي في ترجيح المواقف. بعد القومات الشعبية بعد ثورات الربيع أصبح عنصر الحرية للشعوب حاضرا في تحديد هذه المواقف وبالتالي لم يعد شعار المقاومة كافيا لإقامة علاقة خصوصا لم يعد ممكنا أن يكون شعارا لتبرير قتل شعب وتدميره. هنا الملف السوري والمواقف منه والأمر ليس نحن فقط. انظر إلى مزاج الشعوب المنطقة تجاه حزب الله مثلا اللبناني حينما كانت مرحلة المقاومة ومرحلة قتال إسرائيل المزاج الشعبي منفعل ومؤيد ومتضامن وهو شيعي حينها بدافع طائفي. لا ليس بدافع طائفي. الشعوب السنية أنا أتحدث عن الشعوب السنية متفاعلة وفي الأشكال وفي المضامين وفي متابعة الخطابات وفي الانتصار للمواقف والحزب كان شيعيا حينها ومدعوم من إيران. حينما جاءت الحالة السورية ودعم حزب الله النظام السوري ضد الشعب السوري الذي يقتل ويدمر بالبراميل تغير المزاج الشعبي. ليس مواقف تواصل فقط، المزاج الشعبي مزاج الأمة تغير تجاهه وهذا يعني أن مزاج الأمة ليس مزاجا طائفيا هو مزاج سياسي ينبني على أساس المواقف الصحيحة أو الخاطئة. فإذا كنت في اتجاه مصالح الأمة وتقف مع شعوبها يكون لك التأييد والمباركة مهما كان انتماؤك الطائفي أو العرقي. لكن إذا اتخذت مواقف مع الاستبداد داعمة للظلم داعمة لتدمير الشعب يتغير الموقف ولا يشفع لك أنه هناك خوف من أن يفسر الموقف بأنه طائفي أو بأنه خطاب طائفي. لذلك نحن ليست لا توصف الحالة الأولى بأنها حلف ولا الحالة الثانية بأنها عداء. الموقف الإيراني في سوريا وفي اليمن وفي العراق مواقف خاطئة وخطيرة وتهدد استقرار المنطقة. ينبغي أن نساعد الشعب العراقي على الالتئام وليس دعم طرف منه ضد الطرف. ينبغي أن نساعد اليمن في استعادة شرعيتها وديمقراطيتها وليس دعما لعملية انقلابية بشهادة الجميع وبمعرفة الجميع قادها الحوثيون وصالح. ليس من مصلحة سوريا أن ندعم نظاما عبر الشعب السوري بكل معاني التعبير أنه يرفضه. هذه هي المشكلة التي ينبغي لإيران دولة في حجم إيران أن تفكر فيها وأن تفكر أن مستقبل الأمة منوط ومستقبل الاستقرار منوط بأن تراجع هذه المواقف. ثم من بعد ذلك إيران بالتأكيد دولة مهمة ولا يستطيع أحد إلا أن ينظر إليها على أساس ذلك لكن بشرط أن لا تتدخل في المنطقة وأن لا تدعم توجهات طائفية في أغلب الأحيان تمثل أقلية في مناطقها. طيب سيد الرئيس القمة العربية اللي هم على كل جاية في الغربية اللي تذكرته وهي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على ما أطلق عليه حينها في 2011 الربيع العربي. هذا الربيع بعض عاد يسميه الجحيم العربي وبعض عاد يسميه الصيف العربي تختلف التسميات بحسب المؤيدين والمعارضين. على كل هل يمكن عمليا سيد الرئيس بعيدا عن الشعارات استعادة الربيع العربي؟ على كل حال التسميتان صحيحتان الربيع العربي والجحيم العربي. حينما كانت مصر يتجمع شعبها في ميدان التحرير
ويرفعون الورود وتستقبلهم القوات المسلحة ويصعدون على دباباتها من أجل الإطاحة بحكم ظالم. حينما جرت الانتخابات التي شهد العالم بشفافيتها سواء كانت برلمانية أو رئاسية، حينما كانت تقاد بنظام مدني كان ينبغي إعطاؤه الفرصة ليعرف المصريون ما هي نتيجة سياساته، حينها كان ربيعا عربيا. لكن حين بدأ القتل والانقلاب والدماء واستهداف الناس في بيوتهم وفي أمنهم، ملئت السجون، حوصرت غزة، وقع ما وقع، حينها فعلا بدأ الجحيم العربي. إذن هناك ربيع وهناك جحيم، ومن عاش ربيعا وعاش بعده جحيم سيكون متعلقا بالعودة إلى الربيع، وتحول إلى جحيم بعد 2013، تحول إلى جحيم من بعد الانقلاب، ما حصل في مصر من بعد الانقلاب الدموي الذي وقع فيه. طيب أكمل. في سوريا كان هناك ربيع عندما خرجت الناس إلى الشوارع تريد حريتها، حينما خرجت تطالب بحقها بأن تختار حكامها، تحول إلى جحيم حينما أرسلت الدبابات وألقيت البراميل وأطلق المتطرفون من السجون والتقى الطغاة والغلاة على شعب مسكين، فعلا أصبح جحيما. كان ربيعا حينما خرج الناس في ساحات تعز وصنعاء وكل مدن اليمن مطالبون بالحرية، وتحول إلى جحيم حينما تحالف مستبد مع انقلابي وعانى الناس تحت حكمه معا. إذن هناك ربيع وهناك جحيم. بطبيعة الحال لا يعني ذلك أن أهل الربيع والقوة السياسية التي دعمت الربيع لم ترتكب أخطاء، هناك أخطاء وهناك استسهال وهناك عدم تقدير لحال ومآل وقع في هذه التجارب ينبغي أن تدرس. وأنا لست من الذين يقولون بأن كل الذي حدث في الربيع هو إيجابي، حدثت أخطاء ينبغي أن ينظر إليها، لكن تسمية الجحيم تنطبق على لاحق الأفعال والربيع على سابق الأفعال. إذن انتهى الربيع؟ لا، تاريخ الشعوب في صراع الحق والباطل، في صراع الحرية والاستبداد، في صراع إرادة الشعوب وإرادة المستبدين لا ينبغي أن يحكم عليها بهذه السرعة، ولكن أن تنظر إلى تاريخ الشعوب الأخرى. لأن هون سيد الرئيس من الوضعية، لكن الناس خرجوا يمكن أن تقول الحرية. ولكن يمكن أن تقول اليوم عادت الدور مجرد أمن. مجرد أمن. أنا أتفهم تماما حينما ينظر المواطن اليوم إلى صور التدمير والدمار في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق، وحينما ينظر إلى صور الدموية في رابعة والنهضة وغيرها من المظاهر التي وقعت في مصر، أفهم تماما أن يندم لأن ما رآه يسبب له ذلك. لكن الحقيقة ما رآه هو بفعل الثورة المضادة. مرة الأخ محمد المختار الشقيط الدكتور قال كلاما جيدا رائعا، الناس لا تفهم أن داعش هي إفراز من إفرازات الثورة المضادة وليست إفرازا من إفرازات ثورة الربيع. أيام الربيع التطرف تراجع والغلو سكت، لأنه لا يملك أي مشروعية في الحديث، رغم أنه دائما لا يملك أي مشروعية. لكن حينما جاء الجحيم العربي وجاءت الثورة المضادة أفرزت هذه المظاهر الغاية في السلبية والخطورة والوحشية، ومنها داعش. وبالتالي الربيع تراجع، الربيع خسر معركة، كل هذا صحيح، لكن أعتقد أن مآل الأمور في النهاية سيكون للشعوب، لكن في المرة القادمة سيكون العقل والمسؤولية والتدرج والاستفادة من الدروس أعمق وأهم وأكبر. سيد الرئيس قلت لي خسر معركة اللي هو الربيع العربي، فهم البعض يرى أن الربيع العربي بدأ بالشعارات ألهمت الشباب، لكن تم ركوبه من قبل الحركات السياسية وخصوصا الإسلاميين، بالتالي البعض العاد خفت مسؤول عن قوته الإسلاميين، العاد فشل مسؤول عن فشل الإسلاميين. شو أخي الكريم، أنا أعتقد أن ثورات الربيع العربي لم تكن فعل حركة ولا تيار بعينه، هي حالة شعبية أسهم فيها العديد وركبوها الإسلاميين. لا، أنا أعتقد أن التيارات الإسلامية بحكم أنها كانت من أكثر التيارات المستهدفة من أنظمة الاستبداد في مناطقها، خصوصا التجربتان الأولتان تونس ومصر، بالنظر إلى تجذرها في الواقع الشعبي ستكون حاضرة مشاركة، لكنها بالتأكيد ليست هي التي قامت، لم تقم بالربيع ولم تقم بالثورات.
وأعتقد أنها أسهمت فيها كما أسهم غيرها من أبناء هذه الشعوب. أفرزت الديمقراطيات الناتجة عن الربيع حكم تيارات إسلامية. هذا الحكم في ظروف موضوعية واجتمعت مع أخطاء للتيارات الإسلامية التي حكمت لم يتقدم إلى الأمام. لكن في الحقيقة المسؤولية الأولى في عدم التقدم والمسؤولية هي الثورة المضادة. يا أخي الكريم، نحن بعض الإسلاميين كان لديه في السلطة، لا لكن هنا يمكن أدوات السلطة. تجربة تونسية عندنا، التجربة التونسية عندنا تجربة تونسية عندنا تجربة مصرية. التجربة التونسية اختلفت عن التجربة المصرية. صحيح، لأنها استفادت، لأن استفادت لا لم تسبقها. تنازل النهضة والعقلانية السياسية التي وقعت في التجربة السنوية هي من أسبابها استيعاب الدرس المصري. احنا معين عليه خروجهم من السلطة نهائيا، لا هي سبقتها بالربيع وانتخب الناس سابق ذلك. حتى مجي النهضة للسلطة عدلت ائتلاف. لا وصحيح، العقل السياسي وفي تقديري لحركة النهضة متقدم على العقل السياسي لإسلامي مصر. هذا تقديري شخصي، هنا لا أعبر عن موقف رسمي، لكن هذا تقديري من خلال معرفتي بالتجربتين. متقدم الجو السياسي للآخرين للأطراف الأخرى وللقوى السياسية في تونس أكثر عقلانية ومسؤولية من معارضي ومخالفي الإسلاميين في مصر. الدولة العميقة والجيش في مصر أكثر تخلفا. حتى الشعارات الناس خاف للشوارع الدور جيش الدخل. لا لا لا، لم تقل هذا. القوى السياسية الأساسية في بعض قالها، لكن القوى السياسية الناس لم تخرج إلى الشوارع. كانت هناك مواقف سياسية اللي خرج إلى الشوارع بعد مراحل الربيع ليس الناس بمعنى الناس. كانت هناك قوى سياسية، النهضة وحلفائها يجتمعون، معارضهم يجتمعون، وكان في الغالب اجتماعات أهل النهضة وحلفائها أكبر بكثير من اجتماعات الآخرين، لكن هذه تفاصيل. الحاصل أنه التجربة الثورة المضادة هي التي تحمل المسؤولية الأساسية في الوقت. أخطاء الذين حكموا وحلفاؤهم أسهمت في ذلك، وأعتقد أن هذا للعبرة والدرس والاستفادة في هذه البلدان. إذا الرئيس المخرج يقول لي ما عندي ياسر من الوقت وعندي قضية لا بد أن نشد معكم أخبارها. سيد الرئيس، العالم قبل أسبوع تفاجأ فجأة تم نخبة محاولة انقلابية في تركيا. تصرف الشعب التركي وتصرف المعارضة التركية بهر العالم حقيقة. ما تأثير أولا المحاولة التركية، وراني مستنجي المقال اللي كتبته، ما تأثير المحاولة الفاشلة على الدور الإقليمي لتركيا خصوصا أن يحكمها على كل حال تركيا دولة مهمة في منطقتها في العالم الإسلامي بل في العالم، وكانت فيها تجربة رغم أنه في كل تجربة هناك ملاحظات بالتأكيد، تجربة ديمقراطية متقدمة بالنظر إلى كثير من بلدان العالم الثالث وآسيا وغيرها. وهذه التجربة أيضا قيادتها الأساسية كانت عند حزب ذو خلفية إسلامية، حزب العدالة والتنمية التركي. هذا التميز في الحالة التركية كان مذار اهتمام ودعم، ولكنه كان مذار عداوة وكيد من طرف جهات عديدة. وأعتقد أن الأمور تبين بعضها وربما ما خفي أعظم. وبالتأكيد كانت هناك دائما الناس كانت تتوقع أن يحدث شيء في تركيا داخلي أو خارجي، وربما بعض المعلومات تؤكد أن كانت هناك توجهات لتسبب في مشكلة إقليمية مع الجاري القوي وهو روسيا بالنسبة لتركيا. كل شيء من أجل وعد هذه التجربة، من أجل إدخالها مشاكل. مع ذلك بفضل الله تعالى ثم بمستوى كبير من العقلانية السياسية والقدرة السياسية استطاعت أن تلتف على عدد من هذه مظاهر الكيد، وأخيرا حدث الانقلاب العسكري الذي فاجأ الجميع والذي ملك بالمناسبة سببي النجاح الأساسيين في الانقلابات العسكرية: قوة عسكرية ولوجستية ضاربة واستعداد للتفهم وحتى للدعم إقليميا ودوليا، وقد ظهر ذلك من خلال التصريحات الأولية ومن خلال ما تسرب من بعض المواقف. وهذا هو أسباب النجاح، هذو سببين أساسيين لنجاح الانقلابات. ولكن غاب عن القوم أن هناك وعي تزايد في المنطقة في الشعب التركي، أن هناك مكاسب تغري بالمحافظة عليها بالنسبة للشعب التركي، أن هناك ديمقراطية جذابة يحبها الناس ويتعلقون بها، وأن هناك قيادة أيضا شجاعة ومبادرة. التقت مبادرة القيادة
مع عزة الشعب وقوته وحرصه على مكاسبه وديمقراطيته فأفشلوا الانقلاب، رغم أنهم لم يكونوا في البداية يملكون إلا عناصر الشرطة والمخابرات. بالتأكيد من مظاهر هذا الوعي الذي تطور في الشعب موقف متميز للمعارضة الديمقراطية، بدءا بالحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، التي أبانت عن مستوى من الوعي متقدم جدا، لأنها حقيقة. وهذا بالمناسبة في 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 تركيا اليوم هو درس للشعوب، هو درس للقوى السياسية، هو درس للجيوش، هو درس للقوى الأمنية، هو درس للأطراف الإقليمية. وأعتقد أن الأمر سيكون له تداعيات بالغة الأهمية والإيجابية في المنطقة بما فيها المنطقة. سيد رئيس، نحن وقتنا وافي بشكل سريع، أنتم كتبتم مقال على الجزيرة نت مناسبة لبالغ الجزيرة نت. تعودت في الفترة الأخيرة أنه بعض القضايا الأساسية ذات الأذر الأوسع أنه أكتبها في الجزيرة. طيب كتبت مقال، وربما هناك بعض أيضا الأسباب الخاصة التي تتعلق مع، لأنه في الجزيرة نت أحيانا، يعني هي يملي إنجال مليها منبر الإسلامي، لا هي منبر واسع الانتشار، لا يمكن أن تقال بأنها منبر الإسلامي. انظر إلى لائحة الكتاب، قولوا بأن الجزيرة، اسمعوا، أعتقد أنه من يتهم بانتماء الجزيرة له سواء كانت قناة أو موقعا، إذا كان الأمر حقيقيا لن يبذل جهدا في التبرؤ منها. قناة ناجحة وموقف هو الأول على المستوى العربي، ومصداقيتنا هائلة ومشهودة، وأعتقد أنه لا يتبرأ منها أصحابها، ويمكن أن يدعيها غير أصحابها، لكن بطبيعة الحال انتشارها واسع جدا ومقروءة على سيد الرئيس. المقال عنوان الدرس التركي، الدرس التركي عاجل وآجل العبر. في المقال عقدت مقارنة بين اللي خلق في تركيا واللي خلق في مصر وآخر المقال اختينا قراها قبل المخرج يقول أن الوقت وافي. سيد الرئيس، هل المقارنة واردة؟ تركيا تعيش استقرار، تعيش ازدهار اقتصادي، تعيش مرحلة عادية حزب له 13 سنة كاملة، مصر مرحلة انتقالية كاملة. المقارنة لا تقتضي التماثل، المقارنة كانت لإبراز مظاهر التباين، ولذلك قلت بأن كل شيء في مصر يختلف عن كل شيء في تركيا. شرطة تختلف عن شرطة، مخابرات تختلف عن مخابرات، فنانون يختلفون عن فنانين، مغنيات يختلفون عن مغنيات، ساحة تختلف عن ساحة، معارضة تختلف عن معارضة، قوة تختلف عن قوة. وبالتالي كما ختمت المقال بأنه فيه دكتور مصري مشهور ومعروف دكتور محمد الجوادي، صحيح. أنه في شعب عظيم وشرطة عظيمة ومخابرات عظيمة وحرس عظيم ومعارضة عظيمة وقوات خاصة عظيمة وقائد عظيم والنتيجة وإعلام عظيم والنتيجة عظيمة. وبالتالي هذا طبيعي جدا أن تقود لها. في مصر للأسف تعاني من عكس هذا للأسف، مع أن الشعب المصري وقلتها في المقال بذل من الجهد ما يستطيع، لكن العوامل التي ساعدت الشعب التركي لم تساعده. نأمل مصر بموقعها ومركزها وأهميتها تعيش وضعا. مخرج سيد الرئيس يقول الوقت وافق، عندي سؤال نختلف دليل من نطرحه. سيد الرئيس، اليوم تركيا فيها آلاف المعتقلين بعد المحاولة الانقلابية، هذا سيد الرئيس ما هو على الأقل ما هو استبدال؟ آلاف ينكردوا بباب المدنيين ومختلف المؤسسات. شوف، من باب التفسير للتبرير، حتى وزارة الطاقة ما سلكوه، من باب التفسير للتبرير، السلطات التركية تدعي أن هناك انقلابا تقف وراءه جماعة وأنها تملك معطيات ذلك وتتصرف بناء عليه. تقولها تنظيم الرئيس التركي سنة. الرئيس التركي أكد أن المعتقلين 9004 خلافا للمعلومات التي شاعت في اليومين الأخيرين، أكد أنها 9004. مع ذلك شخصيا، عدد كبير، شخصيا لم يعجبني ولم يسرني هذا التوسع بالاعتقالات، خصوصا في القطاعات المدنية، وهي مناسبة بالتأكيد، لأنه نحمد الله على نجاح تركيا ونجاح ديمقراطيتها وهزيمة انقلابها، ونسأل الله أن توفق في إدارة عاقلة للأزمة القائمة وللمستقبل، بحيث توحد الشعب التركي، و أن يكون العقاب بقدر الجريمة. إذن أشكركم جزيلا الشكر الأستاذ محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني لإصلاح وتنمية تواصل، أشكرك على
سعة الصدر وعلى الاستجابة للدعوة. كما أشكركم مشاهدينا الأكارم، أنقل لكم تحيات الزملاء مالكسي أبو بكر الصديق محمد المختار، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.